اه اوكي ما في راوت للموجود عندي على الراوت. يعني قبل ما كان عندنا راوت. الان عندنا طريق، عندنا نعرف وين نروح، بس لما حاول يروح الكنترولر ما لقى الكنترولر. واضح؟ ايه. الان دقيقه بس الان قد يبدو هذا الشيء سهل، ولكن بالذات اذا كنت شخص يعني نوعا ما جديد على البرمجه على الويب وكذا، هذا ابداع صراحه من الناس اللي يسووا روبي ريلز. جهز لك استراكشر الافضل البرامج الويب يعني شو اسمه للابلكيشنز اون ك او السوفت وير كسيرفيس. واضح؟ يفرض عليك انك تستخدم فيو الحالة وكنترول الحالة وموديل الحالة، مضبوط؟ فهذه هنا الان مهم جدا خيارك للغه كبرمج، لغه البرمجه اللي تختارها والفريم ورك مهم جدا لما تجي تشتغل. وهذه من الاشياء مثلا ميزات في فريم ورك زي هذا. واضح؟ طبعا الخطوه الجايه الان انه يسوي شو اسمه كنترولر، يسوي الكنترولر اللي هو ويسوي الاكشن تحت. طبعا كنترولرز عندنا هنا الان، عندنا الابلكيشن كنترولر. هذا الابلكيشن كنترولر هو البارنت لجميع الابلكيشن كنترولر الموجوده في البروجكت. الان هذا الكونفنشن حق روبي، واضح؟ كذا طريقه كذا تكتب الكنترولر، زين؟ ما في مكان تسوي فيه كونفجريشن. كنترولر يكتب بالطريقه هذه، تكتب الاسم مثلا ويلكم اندرسكور كنترولر، واضح؟ اي كنترولر لازم يكون مكتوب بالطريقه هذه، اسم الكنترولر اندرسكور كلمه الكنترولر، تمام؟ برضو بتسميه الكلاس لازم تمشي على الكامل كيس الدبليو كابيتال او اول حرف من اول من الكلمه اللي هو ويلكم كابيتال كيس، والكنترولر ايضا كابيتال. وجميع زي ما قلنا كل الكنترولرز اللي موجوده في الابلكيشن هي انهرتس الابلكيشن كنترولر. انت سيف. نرجع الان لل نبغى نمشي نشوف ال. طيب ممتاز. الان لا تستنى بس كذا، لا لو زين اي راجع من هنا ولا من الكوماند لاين يشوف انك لا يرن الكوكمبر ويرن الارسبك عشان تتاكد من التست انه خالي. وبرضه لازم تراجع بالنهايه، لازم ترجع للصفحه اكيد يعني بس عشان تشوف الابلكيشن حقيقي من التست. نعم يرن الكوماند لاين. بس في يعني فكره تناظر الان، انا قاعد اشتغل على الكنترولر والبيج هذه، طب لو صار في مشكله في البيج ما كان انا عندي لابس بيصير مستقبلا عندي بوكس، ما راح يعلمك اللي هو الايرور بيج هذه، لازم في التست تروح تشوف التست يعني التعديل. الان اعطاك ايرور، ما عاد الكنترولر موجود بس قالك الاكشن غير موجود اللي هو الميثود، وسمى لك الاكشن اللي هي اندكس. في اللي هي الميثود او الاكشن الموجوده في روبي ريلز هي مشهوره، هذه الديفولت تقدر تسوي انت عليها زياده، لكن هي نيو كرييت شو اندكس بالضبط اللي خاصه بكرات. ديفايند اندكس اند سيف. الان راح الخطوه الاخيره صار عندي الان اللي هي صار عندي عفوا اللي هي كنترولر والفيو. المينيمم ريكويرمنت عشان تشغل بيج او تشتغل ام في سي يكون عندك راوت كنترولر وفيوز، تنقص واحده منهم عندك ستراكشر يعني مستحيل تطلع لك يعني في ستراكشر ويب بيج. الان خلينا نروح ناقص الفيو. طبعا الفيو كمانديتري يعني كان شيء الزامي، الموديل شيء يعني ما هو بالزامي يكون عندك في البيج في فيو، مثلا اباوت بيج كونتاكت اس هذه ما فيها فيو بالعاده. عندي الان تحت الفيوز
سميها ويلكم. تحتها اندكس. اي راح بشرح لك اياها الان. طيب طبعا اندكس دوت اتش تي ام ال هذا ملف اتش تي ام ال عادي، لكن الاكستنشن اللي هو البريفكس هذا او السفكس دوت اي ار بي انه احتماليه ان صفحه اتش تي ام ال هذه يصير فيها روبي كود، فهذا سبب انه سميناها اندكس دوت اي ار بي. لكن انت كتعاملك مع الصفحه مثلا اكتب فيه مثلا هنا اتش تي ام ال تاج مثلا ديف و اتش 1 مثلا hello, this is my first page. تعاملك معها تعامل كامل اللي هو تعامل HTML page. أمشي على الفيتشر الثانية. باث بشرح بس الباثز باث. طيب الآن لو نرجع الآن لل روبي راوت، هنا عندنا هنا الريسورسز. فكرة الريسورسز انها الكل ابلكيشن باي ديفولت انها تعمل لك سيت اوف باث، جميع الباث يحتاجها الكرد اللي هي الباث للاندكس، باث للشو، للدستروي، الجميع هذه. وباخذ بالحسبان الريكوست اللي يحتاجها كل باث او كل راوت. بعض الراوت تكون مثلا بوست راوت، بعضها تكون جيت، بعضها مثلا تكون مثلا الدستروي او تكون باتش للابديت. فالان نبغى ان هذه كلها باي ديفولت، انا بدل ما اريح نفسي كل مره اني اجي اكتب لي راوت او اكتب لي باث، ريسورسز هي اللي بتسوي جنريشن لجميع الباثز. ونعطيها هنا اسم الكنترولر. طبعا ويلكم عشان ما لها جمع. روبي اون ريلز هنا الان شفت قبل شوي كان في برودكت. برودكت هو الكنترولر، اسم الكنترولر عشان يسوي جنريشن من الباث. الموديل دائما يكون سنجلر، بدل ما تصير برودكت روبي اون ريلز تعرف انها سنجلر فتقول هذه موديل. الداتا بيز دائما تكون بلولر فتكون تناديها على شكل بلولر، لكنها تكون بدل ما تكتب الكونفنشنز هذه مثلا تكون الكولن قبل تكون بعد. في كوماند الان هنا مثلا ممكن لو نستخدم اللي هو ريك راوت يعني يعطينا جميع الراوت اللي موجوده. فزي ما شفنا الان عمل ويلكم اندكس نيو ويلكم اديت ويلكم جميع هذه مع الفيرب حقتها مع الباترن مع الكنترول اكشنز. فممكن الان اني ابغى اسوي مثلا للعرض فقط عشان تعرف كل الرابط اللي عندك. فممكن الان لو نجي الان مثلا نخلي انه الراوت مثلا او الراوت يكون مثلا ويلكم نيو. بدل ما هو ويلكم اندكس ويلكم نيو. ريفرش مثلا للراوت بيج الان بيرجع يقول unknown action new زي مثلا في البروسيس تمشي كتست دريفن ديفلوبمنت تمشي تعمل نيو اكشن والاكشن للشو والدستروي. وهذه كنت اتمنى يعني ان الوقت والاتصال يعني كان شوي لكن يعني سوينا الفيتشرز لايبرري بشكل اكبر، لكن العوض على المرات الجايه ان شاء الله. ممكن تسوي ديبلويمنت بس هيروكي يحتاج تولبت حقه 15 ميجا ما راح يقدر عليه. فممكن كان اخر نقطه عندنا نبغى نشوف لكم برودكشن هيروكي تحتاج انك تنزل على التولبت للكلاود 9 فما اتوقع انه بنقدر يعني نسوي هذا في انستليشن. طيب بس في نقطه بسيطه يعني انا ما ادري على طول
بشكل عام الحين المركب الاستمل عادة يجمع روبي كود مع الاستمل بالضبط، ولا أقدر أفصلهم؟ لا طبعا، هو كيف يتعرف الروبي أو البارسر اللي موجود عندك أو الانتربتر للبراوزر إنه هذا كود HTML لكن بالنص في مضمن في أو إنكلود في كود روبي. روبي عندها كونفنشنز وعندها سنتاكس معين لل HTML، تفتح اللي هي البراكتس برسنتج إيكوال أي شيء وذين هذا البريسز إنه هذا جميعا نفس البي إتش بي اللي هو البرسنتج ولا لكن عندك الناس يكتبوا في لوجيك كود ولا لا؟ تكتب يعني تكتب فيه فيو فقط. اللوجيك المفروض يكون عندك اما في الكنترولر جزء من اللوجيك او في الموديل اللوجيك اذا كنت تتعامل مع البيانات. لكن بينا. تقدر تدعي في الفيو انك تستدعي مثلا اندكس ميثود، اندكس هي خاصه تعرض مثلا ليست مثلا بوش ليست اوف يوزرز تعرض اياها هذا في الاخير انك بس تناديها من الاتش تي ام ال بيج تعطيها اسم الكنترولر اللي هو يوزر مثلا دوت اتش تعرض جميع اليوزرز موجود في الصفحه. طيب انا راح استعرض بس بشكل سريع نختم فيه المحاضره وهو اول شيء معلومات بسيطه عن روبي بس زين ونستعرض عن الادوات او الفئات اللي فئات الادوات اللي انت تحتاجها زين في السوفت وير. كل فئه وش الفائده منها مضبوطة وأنواع الأدوات هذه كل واحدة وش الفائدة منها وش الخيارات الموجودة لك عشان تختار منها تمام؟ طبعا احنا شفنا الجيت تخزين إدارة الكود، شفنا الكلاود ناين طبعا إذا كنت في مكان زي هذا أكيد كلاود ناين ما يصلح لك نهائيا فتحتاج فيجوال ستوديو أو إكليبس زين. أهم أنا بالنسبة لي شخصيا أهم أداة لما when you engineer a software لما تبني software هي اللغة بدون منازع. اللغة أهم اختيار، ما هي اللغة اللي تختارها؟ ما في أحد يبي يبني software as a service بلغة السي مضبوط، إلا لو كنت أنت فيسبوك أو تويتر وعندك certain code مضبوط تحتاج أنه يكون very very fast optimized، عندك يعني خدمة ضخمة زي الفيسبوك وفي أشياء معينة تحتاج الoptimization تمام؟ فإذا القضية ما هي فقط الخدمة وإنما الحجم الخدمة. مثلا تويتر بدأوا روبي اون ريلز، بعد فتره لما بدأوا توسعون روبي اون ريلز فيها ميزات كثيره وبرودكتيفيتي جدا عاليه ولكن فيها مشكله واحده بطيئه جدا مقارنه بغيرها من اللغات. فبعد فتره اضطروا انهم يغيرون لغات اخرى زي الجافا وغيرها، بس بعد ما ايش؟ بعد ما صاروا ماتشور مضبوط، بعد ما ان التويتر صار نضج يعني وبدا يصير له دخل كبير واستطاع انه يستخدم يعني صار معه وقت للديفلوبمنت اكثر تمام. فلغة البرمجة أهم شيء وبدون منازع، هذا رأيي الشخصي أنا للاختيار. ودائما في التخصصات الناس اللي يدرسون تخصص software engineering غالبا خصوصا لما تصل دراسات عليا غالبا تلقاه يدخل بالبروغرامينج لانجوجز بشكل قوي جدا زين، يدخل في تخصص لغات البرمجة يدرس لغات البرمجة نفسها ميزاتها خصائصها أنواعها والأشياء هذه كلها تمام. فهذا عندك طبعا بيئة التطوير تشتغل عليها زي ريلز. من الأشياء المهمة جدا لما تيجي تبني السوفت وير حقك الخوارزميات اللي راح تستخدم أو راح تحتاجها. الآن المشين ليرنينج بدأ ينتشر بشكل كبير ويشتهر مضبوط، فأنت مهما كان الطريقة اللي تدير فيها تطوير البرنامج هذا ما له دخل بأنك تستخدم مشين ليرنينج أو لا. فممكن تجيب شخص متخصص مشين ليرنينج إذا كنت تحتاج مشين ليرنينج ويسوي لك يحل لك المشاكل اللي تحتاجها أنت بالمشين ليرنينج، أو إذا كان عندك سوشيال نتورك مضبوط فتحتاج خوارزميات في السوشيال نتورك. فهذا شيء مهم جدا انك لازم تعرفه. عندك الداتابيز اللي راح تستخدمها تمام، هل بتستخدم ريليشنال داتابيز اس كيو ال العاديه او راح تستخدم الداتابيزز الجديده الان ميموري داتابيز اللي يسمونها نو اس كيو ال بشكل عام مضبوط ان ميموري او جراف بيز او على حسب البروبلم اللي قدامك، او انك تستخدم خليط تمام. ومن لو تشوف الموديل فيو كنترولر من ميزاته لما تيجي للموديل، الموديل هذا يسوي لك ابستراكشن من الداتابيز، يعني الفيو والكنترولر ما لهم دخل في الداتابيز، الموديل هو المسؤول يتفاهم مع الداتابيز. فانت تقدر تحط كود اضافي في الموديل عشان تخلي الموديل هذا حقك يتعامل مع ريليشنال ونو اس كيو ال بنفس الوقت اذا كنت تحتاج شيء. هذا بعض الداتا تحتاج تكون ريليشنال عشان تتخزن وريلابيليتي والاشياء هذه، بعض الداتا الثانيه تحتاج فيها سرعه بس ما تحتاج فيها ريلابيليتي تكون على نو اس كيو ال تمام. فهذا موضوع شو اسمه
موضوع اختيار الداتا بيز مهم جدا. وطبعا عندك خيارات كثيره جدا المشهوره طبعا اوراكل ماي سكيل سكيل سيرفر هذه مشهوره كريليشنال. عندك الخيارات اللي نون ريليشنال مونجو دي بي من بيز وغيرها من البرودكتس الجديده الان الموجوده تمام. طيب من بين الادوات هذه بما نتكلم عن لغه البرمجه خلينا نشوف لغه روبي بشكل سريع بس ليش نقول لغه روبي يعني الميزات اللي فيها كلغه. وانا هنا هذا ما هو دعايه للغه بقدر ما هو عشان تفهم انت ليش انا اخترت لغه روبي تمام. بس هذا يعني هذه الفكره يعني. فلغه روبي لغه انتربريتد ما هي كومبايلد هي اوبجكت اورينتد. في لغه روبي كل شيء هو اوبجكت تمام على عكس كثير من اللغات الثانيه. كثير من اللغات تدعي انها اوبجكت اورينتد لغه روبي بيور اوبجكت اورينتد تمام. كل اوبريشن في روبي هو ميثود كول. بنشوف الحين بعض الامثله الغريبه يعني. اللغه دايناميكلي تايبد الاوبجكت له تايب ولكن الفاريبل ما له تايب تمام زي جافا سكريبت يعني منكم تعامل مع جافا سكريبت او حتى البي اتش بي وعلى عكس الجافا. اللغه نفسها فيها دايناميسيتي عاليه تقدر يو كان اد وموديفاي الكود ات رن تايم. في الرن تايم تغير الكود حقك بما يسمى بالميتا بروجرامينج وهذا يساعد كثير في البرودكتيفيتي اللي تشوفها خصوصا في الاكتيف ريكورد مثلا. زين في الاكتيف ريكورد في اشياء كثيره بتشوفها اشياء جدا ممتازه يعني وتعطيك برودكتيفيتي عاليه وبنفس الوقت كواليتي عاليه. ليش؟ لان روبي تسمح بشكل قوي بالميتا بروجرامينج مضبوط لتغيير الكود في الرن تايم. تعطيك الريفليكشن طبعا اللي هو الانتروسبكشن على الاوبجكتس في روبي. فبشكل عام تدعم الميتا بروجرامينج. هذه امثله سريعه هذه روبي يعني كلغه بغض النظر عن ريلز مضبوط. ريلز ابدعوا في استغلال